Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, σας ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, δε ράδες τα αραβικά. Σαββάχ الخير إليكم مشت الأخبار من إذاعة صوت اليوناني وفيكم بها وليد إلياس. قرر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس المضي قدما في أول خصخصة تعلن عنها الحكومة اليونانية وهي مطار أثينا الدولي، وتم تخطي عائق بيع 30% من أسهم القطاع العام والمتعلق بتأليف مجلس الإدارة. أما فيما خص رفع طلب تسديد ديون صندوق النقد الدولي فسوف يناقش الموضوع اليوم الجمعة في اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، وفي حال تمت الموافقة عليه فسوف يؤدي ذلك لتخفيف حجم الديون السيادية وفوائدها الباهظة. علم أن مشروع قانون الإنمان الاقتصادي المرتقب أن تحيله الحكومة للبرلمان ضمن تغييرات هيكلية جذرية بهدف تخطي البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الجديدة، سيما الخاصة بالتراخيص المطلوبة والتنظيم المدني وقانون العمل. ومن هذه التغييرات سوف يتم تأسيس شركات خلال 3 أيام واعتماد المكننة، كما نص على استثناء العمل باتفاقيات العمل الفرعية في حال طرأت حاجات مالية سيما في الشركات الصغيرة. في إطار تحضيرات زيارة رئيس حزب تحالف اليسار الجزري سيزا المعارض الأول سيبراس إلى معرض أمريكا الدولي، التقى يوم أمس في مقر الحزب مع اتحاد الصناعيين والتجار اليونانيين وبحث معهم بشأن مطالبهم ومشاكلهم. يقوم أمين عام الحزب الشيوعي اليوناني ديميتريس كوتسوبس منذ يوم أمس الخميس بزيارة تستغرق حتى يوم السبت إلى معرض أمريكا الدولي، وسوف يزور يوم السبت مصرف بيريوس ويلتقي مع الموظفين، وظهرا سوف يجتمع مع مجلس إدارة معرض أمريكا الدولي، وكذلك سوف يجتمع مع رئيس بلدية ساونيك.